حياكم الله في رباعية البناء أو الهدم. هذه رباعية تربوية ممكن احنا نستفيد منها لذواتنا أو لمن حولنا، أبنائنا أخواننا الصغار. إما أن احنا في تعاملنا مع أبنائنا نلبي الرغبات أو لا نلبي الرغبات، وإما أن نصحح السلوكيات أو لا نصحح السلوكيات، فعندنا أربعة وأربعة. أبوي تعال شوية. أيوه خليك معي دقيقة. أيوه حبيبي. ما أبغى الديناصور الكبير. الكبير شكله يخوف يا حبيبي. طيب أبغى الصغير. ولا صغير ولا كبير، أنت اخترت المسدس اللي معك خلاص انتهى الموضوع. أيوه فين وصلنا؟ صحيح إن هذا مشهد تمثيلي، لكن إذا صار معك عزيزي المشاهد، أي من ردود الأفعال التالية راح تكون ردة فعلك؟ الله الله، إيش اللي حصل؟ والله طاحت مني بالغلط. ما عليش حصل خير، أهم شيء أنت تعورت؟ لا لا الحمد لله. أنت طيب ما فيك شيء؟ طيب يلا نرتبها مع بعض؟ يلا. هذه اللعبة اللي اخترتها أول؟ أيوه. يلا. الصندوق الأول، المربع الأول، هو المربع الابن المتوازن. ابن المتوازن، الابن الناضج الذي تلبى رغباته وتصحح سلوكياته. بابا أنا أبغى الديناصور. نقول له نعم لا، هنا في تلبية الرغبات. طيب أخطأ، يصحح هذا الخطأ، رجع الأغراض ونلبي الرغبات. هذه منطقة النضج، يسمع دائما نعم ويسمع دائما لا، فهذه مع هذه. فنعم دائما تقضي على جهاز المناعة، لا دائما تكثر نزيفة. فكيف أنا أخرج ابن ناضج من خلال هذه الثنائية؟ ألبي رغباته لكن في الوقت نفسه أطالبه وأحقق وأصحح سلوكياته. من أسهل الطرق وأسرعها في عملية التربية هي ربط المطلوب بالمرغوب. أنت وش تبغى وأنا شو أطلب منك؟ إذا ربطت هذه مع هذه أنتجنا طفلا ناضجا بإذن الله تعالى. نعم دائما ليست في صالحي، كما أن لا دائما ليست في صالحي. إيش الغلبة هذه والصجة اللي حاصلة؟ يا أبوي والله جيت أخذ الديناصور هذا، قاموا وقعوا كلهم غصبا عني. يعني انت تبغى اللعبه هذه؟ ايوه. يلا 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 جيب اللعبه حقتك الاولى. يلا مشينا. هذا المربع الاول. المشهد الثاني او المربع الثاني هو الابن المدلل. تلبيه رغبات دون تصحيح سلوكيات. بابا ابغى الديناصور، نجيب لك الديناصور. طيب خرب الدنيا، عادي عادي تعال بس، فلا نصحح له سلوكياته. يبكي فنستجيب له، يطلب فنعطيه، لا يفعل فنتغافل عنه ونتجاوز. فنحن في طور دائم في تدليله وتلبية رغباته دون تصحيح سلوكياته. هذا سيأتي يوم لن يجد أبوه ولن يجد أمه تسانده، فيصطدم في حقيقة الحياة، في مدير يقول له لا ما عمره سمع لا، في فشل ما أقدر يتجاوزه، ما هو متعود على أنه يفشل أو أن لا يقف بجانبه أحد. وهذه من الأخطاء التي تقع كثيراً على الأبناء في عملية التدليل. لو معك ابنك في محل ألعاب وفجأة أسقط ابنك مجموعة من الألعاب، هل تتركها وتمشي؟ ولا تطلب من ابنك إعادة ترتيبها؟ بقوم بالواجب الترتيب وبمشي مع الأصح. أكيد إني بخليه يشيلها،
يعني ما يعني مو منظر انه يسقط العابه ويسيبها ويمشي. طبعا يشيل الحاجات وممكن انا اساعده كمان في موضوع شيلها وترتيبها. حخلي ابني طبعا يرتبها بس حاساعده لو ما كان حيقدر يعني، بس في النهايه حرتب الاشياء. المربع الثالث او الصندوق الثالث هو ذلك الطفل الذي تصحح له السلوكيات ولا تلبى له الرغبات، يطلب منه دائما 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 ولا يستجاب له دائما دائما دائما، فهذا الابن ابن محروم. ايش هذا اللي انت سويته؟ ابوي طاح مني بالغلط. ما في شيء اسمه بالغلط، يلا رجعها زي ما كانت. ثالثة، ايش هذا؟ مسدس اللي قلت لنا حنشتري. لا ما في، رجعوا مكانه، ما في لا مسدس ولا لعبة. يلا امشي. يلا قدام. هذا الابن ابن محروم، ابن مسكين. هذا دائما اذا راح للناس يتطلع في ايدي الناس وما لديهم. وأطفالهم ممكن يتعلم السرقة لأنه ما تحقق له رغباته، ودائما يطالب بواجباته على أتمها لكنه لا يعطى شيء. هذا الابن المحروم يتعطش لكلمة طيبة، للثناء، للتحفيز. هذا الابن يمكن أن يكون قنبلة موقوتة إذا خرج عن إطار أمه وأبيه أن ينفجر في تلبية رغباته بشراهة، عند كما يقولون يعني حب منطحن، فيجرب على كبر أشياء لا يفعلها إلا الصغار. ولذلك يطلق مصطلح والله هذا مراهق كبير، لأنه يعني أراد أن يلبي كثير من رغباته عندما استطاع أن يمتلك ما يستطيع من خلاله تلبية تلك الرغبات. إيش الصجة والقرب عذي اللي أنت سويتها؟ طحن مني بالغلط. طيب أنا إيش المفروض؟ يلا أمشي أمشي. أبطل بس الدمسي. ولا ديناصور ولا اي لعبه ولا مسدس ولا اي لعبه، وانا غلطان اصلا اللي جبتك هنا. لا امشي ما في، اسكت ولا كلمه. لو معك ابنك في محل العاب وفجاه اسقط ابنك مجموعه من الالعاب، هل تتركها وتمشي ولا تطلب من ابنك اعاده ترتيبها؟ لا طبعا انا حشيلها. لا اطلب منه يرتبها على اساس بعدين لو طيح مره ثانيه يشيلها. لا فعليا حطلب منه يرتبها وانا حساعده فيها. هذا السن هو افضل سن انه انا اعلمه العادات الصحيحه، فلازم اعلمه انه انا جنبه وانه هو عمل هذا الشيء، فهو مسؤول عن هذا، عن الموقف هذا وعن طريقه تصحيح الموقف اللي صار، وانا حساعده واكون معاه عشان يتعلم هذا الشيء مستقبلا حتى لو انا ما كنت جنبه. طبعا حطلب من ابني ترتيبها وحساعده شويه في ترتيب الالعاب. النوع الرابع لا، هو ذلك الذي لم تحقق له الرغبات ولم تصحح له السلوكيات، فهو مهمل، ابن مهمل، ابن معقد، ما عنده شيء، لا يعطون اللي يبغى ولا يصحون له أخطاءه ولا ينظرون إليه ولا يهتمون به، وبالتالي هو إنسان مهمل مسحوق من الداخل إلا إذا رحمه الله عز وجل وأعانه ووفقه بإذنه سبحانه وتعالى. هذه أربعة مناطق، أيهم أنت في تعاملك مع أبنائك؟ يمكن أن نقول أيضا أن ثمة خمسة مواقع للمربي. أين تقف أنت في تعاملك مع ابنك؟ الموقف الأول أن تقف أمامه، بمعنى أنك توقف في وجهه. متى؟ إذا تعدى على غيره، إذا أخطأ، إذا أراد أن يطالب بأشياء وهو لم يصحح سلوكياته، إذا أراد أن يأخذ أشياء وهو لم يقدم واجباته، لم يحسنها، فأنت تقف أمامه لتمنعه عن الخطأ وعن الظلم غيره وعن التعدي على غيره. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله ننصره مظلوما، نعرف، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه عن ظلمه وعن الاستمراء في هذا الظلم. فأن تقف أمام ابنك أو تقف خلفه، مرة تقف أمامه هذا الموقع الأول، أو تقف خلفه محفزا
إذا انكسر، إذا ضاق صدره، إذا فشل، إذا خاف، تقف خلفه وتسانده وتعينه. هذا الموقع الثاني. الموقع الثالث أن تقف أمامه. الأول أن تقف في وجهه، تقف في وجهه. الموقف الثاني أن تقف خلفه. الموقف الثالث، الموقع الثالث أن تقف أمامه. أنت تحافظ عليه، أنت تحميه، أنت تدافع عنه، أنت الذي تكون سند له وحصن على أعدائه ومن يريد أن يؤذيه ومن يريد أن يظلمه، فهو يشعر أن أمامه من يسانده بعد الله عز وجل. هذا الموقع الثالث. الموقع الرابع أن تكون بجانبه كأنك صديق له، تسانده، تشارك اهتماماته، تساعده بطريقة بسيطة، تساعده بفكرة معينة، بمفتاح معين، لكنك لا تقف معه كل الطريق، أنت تدله فقط على الطريق. هذا الموقع الرابع. الموقع الخامس أن تكون بعيدا عنه، ترقبه بعينك، يقول يا بابا تعال معي، لا روح ما علي منك، لكنك أنت دائما منتبه له وتتابعه وتخاف عليه وتسأل عنه، لكن ولا يشعر بذلك. طيب، هذه المواقع هي التي تصنع التوازن عند الابن، لبيت فيها رغباته وصححت فيها سلوكياته. هذه المواقع وين الإشكالية فيها يا كرام؟ الإشكالية واحد، أن نقف في الموقع الخطأ، أن نقف في الموقع الخطأ. بمثال، الابن اجتهد لكنه خسر، فشل، رسب، المفترض أن نقف خلفه، لا، أنا وقفت في وجهه كم مرة، وأنت وأنت وأنت. هذا الموقع الخاطئ مضر بالأبناء. الولد خايف، متوتر في تجربة جديدة مثلا، فأنت تقرر أن تكون بعيدا عنه، فيشعر هو بعدم الأمان. إذن الوقوف في الموقف الخطأ هذا ليس عملا تربويا. اثنين، في المشاكل في مواقع المربي أن تقف دائما في موقف واحد ولا تغيره، بمعنى أن تكون دائما في وجهه، أن تكون دائما في وجهه تعلمه المراوغة. مو معقول دائما أنت صح يا بابا وأنا غلط، أنا سأأخذ ما أريد بالمراوغة، فأظهر أمامك أنا إنسان ممتاز وكما تحب يا أبي، لكني أنا خلفك أفعل ما أفعل وما أريد. أن تقف دائما خلفه سيصبح متواكلا، متواكلا، متطلبا. أن تقف دائما أمامه هو يصبح متواكل، خلاص أبوي يسوي، أبوي اللي يفعل، أبوي اللي يكلمهم، أبوي اللي. ورأينا من هم كبار موظفين يأتي إلى أول يوم في العمل ومعه والده. لماذا؟ لأن أبوه دائما دائما أمامه في كل شيء، هو أمامه في أي مشكلة يحلها أبوه، ولو كان كبيرا سيستمر إلى أن يتزوج بهذه الطريقة، لأنه لم يتعلم إلا بهذه الطريقة. فإذا كنت دائما أمام ابنك سيكون ابنك متواكب، إذا كنت دائما خلف ابنك سيكون ابنك دائما متطلب، ما راح يشتغل إيش تعطوني، راح سوي كذا إيش تعطوني، حتى لو تقول اطلع صل، طيب إيش تعطوني اطلع صلي. ابن متواكب متطلب دائما. إذا كنت دائما بجانبه سيشعر بعدم المساندة، يا بابا طيب كلمهم، لا أنت روح، طيب فعلا ذاك اليوم هو خايف بس أنت لا دبر نفسك. أنت من باب، طبعا أنت من باب تبغاه يتعلم، لكن هو كيف يرى المشهد؟ يرى المشهد أنه ما حد يسانده. أن تكون دائما بعيدا عنه فهو يشعر بأنه مهمل ولا يشعر بالأمان، ما يحس من عنده أحد. أنا من الأخطاء التربوية ويا ما أكثر الأخطاء، والإنسان يتعلم من نفسه ويتعظ بغيره أيضا. أنا دائما كنت أقف بعيدا عن ابني، إذا جاي يقول لي بابا قالوا لي في المدرسة، أقول لا خلاص دبر نفسك واروح. شو اسوي؟ اكلم المدير واكلم المدرسه واعالج المشكله ومهد له الطريق، فيذهب هو ويجد كل شيء سهل بالنسبه له ويرجع، يا بابا انا حليت المشكله. واقول له شفت، دبر نفسك، خلك انت اعتمد على نفسك. وكنت اظن ان هذه طريقه سهله وجيده ومفيده دائما، الى ان جاءني يوما قال لي بابا انا عندي مشكله بس بقولها لك، وانا عارف انك ما راح تساعدني ولا راح تتفاعل معي. هنا انتبهت ان البقاء في الموقع البعيد دائما يشعر الابن بعدم الأمان. هذه رباعيتنا، رباعية التوازن، قائمة على فهم أين يكون موقعك، هل هو في وجهه أم أمامه أم خلفه أم بجانبه أم بعيدا عنه. متى تصحح سلوكياته ومتى تلبي رغباته؟ التلبية الدائمة خطأ، التصحيح الدائم
خطأ عدم التلبية وعدم التصحيح خطأ، والأصوب دائما بإذن الله تعالى هو أن تلبي رغباته وتصحح سلوكياته، أن تربط المرغوب بما هو مطلوب.